السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هحكي لكم قصة القس ريمون رأفت معايا. في الواقع أنا الإخوة الأدامن اللي عندي كانوا ناقلين زي بوست كده للدكتور منقذ السقار ربنا يبارك فيه، بيقول فيه: من رآني فقد رأى الآب، قاله المسيح بحسب يوحنا، لكنه لم يبين أنه والآب كيان واحد أو شخص واحد. وبعد كده بيقول الدكتور منقذ: هنا الكنيسة تمددت في هذا الفراغ وأقنعت الشعب أن المسيح يعني بذلك، أو يعني أنه هو الله، كأنه قال: أنا هو الله، من رآني فقد رأى الله لأني أنا الله. هذه الزيادة لم يقولها المسيح لكن الكنيسة تطوعت بها. مفهوم الكلام ده إيه باختصار؟ إن الدكتور منقذ بيتكلم عن فكرة أنا والأب واحد. أنا والأب واحد يعني هما واحد بغض النظر عن ظاهر الكلمة، يعني ان هو واحد. اوكي تمام، طب هل النص بيقول انا والله واحد ولا انا والاب واحد؟ فلو انت هتاخد استدلالك من النص ده يبقى الطبيعي تقول ان المسيح هو الاب، عشان كده قال في البوست نفسه: لكنه لم يبين انه والاب كيان واحد او شخص واحد. القس ريمون رأفت طلع ورد عليا وقال: يعني انت بتقول ان الاب والمسيح مش كيان واحد او شخص واحد؟ وحاول يرد عليا وقال في أواخر كلامه إن إحنا بنؤمن إن الله شخص واحد، وشخص يعني أقنوم، أقنوم يعني شخص، تمام؟ فهو رد بالرد ده، اسمعوا: لكنه لم يبين أنه والآب كيان واحد أو شخص واحد. يعني أنت بتقول إن المسيح ما بينش أو ما قالش إن أنا والآب كيان واحد أو شخص واحد. هو واضح إن حضرتك مش مطلع كفاية، فيعني احب اقول لك بعض الايات، او حضرتك مطلع وبتحجب حاجات من حاجات انت عارفها مش عارف. كما ان رؤيه الرب يسوع تعني رؤيه الله، ده اللي انت منزله اللي كاتبه ويليام ماكدون، يعني هو كاتب بنفسه كده. الا ان هذه الايه لا تعلم ان الله والرب يسوع هما اقنوم واحد، ذلك لان سمه ثلاثه اقانيم متميزه في اللاهوت. ايوه احنا بنقول الله مثلث الاقانيم مش ثلاثه، احنا بنقول الله شخص واحد، الله واحد، احنا بنقول الله شخص واحد، الله واحد، احنا بنقول الله شخص واحد، الله واحد. تمام، يبقى اذا انت بترد عليا او على البوست يعني في نقطه ان هل الاب والمسيح شخص واحد ولا لا؟ لكنه لم يبين انه والاب كيان واحد او شخص واحد. يعني انت بتقول ان المسيح ما بينش او ما قالش ان انا والاب كيان واحد او شخص واحد. هو واضح ان حضرتك مش مطلع كفايه. انت بتقول هما شخص واحد وبترد بقى عليا، تمام، وانت بنفسك قلت في اخر تعليقك في اخر الفيديو ان احنا بنؤمن ان الله شخص واحد. ايوه احنا بنقول الله مثلث الاقانيم مش ثلاثه، احنا بنقول الله شخص واحد، الله واحد، احنا بنقول الله شخص واحد، الله واحد. مش مشكلتي ان انت مش فاهم الفرق، مع احترامي لشخصك المحترم، مش مشكلتي ان حضرتك مش فاهم الفرق ما بين شخص واقنوم، او مش فاهم اصلا بدعه سابليوس، لان انت كنت بتقول كمان هو اتهمني اني اتبع بدعه سابليوس اللي بيقول ان بدعه سابليوس بتقول ان الله اقنوم واحد وليس مثلث الاقانيم. هو الشخص الواحد ده دي اصلا بدعه سابليوس، فانا مش بتهمك بالاثنين، ده هم حاجه واحده اصلا. تمام تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه، حضرتك قلت في اخر الفيديو ان الله في ايمانكم شخص واحد، وده كلام غير صحيح. انت بتؤمن ان الله مثلث الاقانيم وانت بنفسك قلت كده. يعني تخيل انت في حته صغيره انت قلت احنا مؤمنين ان الله مثلث الاقانيم يعني شخص واحد. يا فندم انت بتجمع المتناقضات، انت بتقول لي احنا بنؤمن ان الله مثلث الاقانيم وفي نفس الوقت بتقول وهو شخص واحد. ايوه احنا بنقول الله مثلث الاقانيم مش ثلاثة، احنا بنقول الله شخص واحد، الله واحد. انا بقى ما عنديش مشكلة ان حضرتك تطلع تقول انا اخطأت في الكلام ده، انا اخطأت. ليه؟ لان انت نفيت بعد كده ان انت قلت كده اصلا، ان الاب والمسيح شخص واحد، وانت قلت كده بالحرف الواحد. بعديها نزل بوست على صفحته مكتوب فيه القسيس ريمون بيقول ان المسيح، او بيحاول يثبت ان المسيح والاب شخص واحد. فانا ما قلتش كده خالص، انا قلت ان المسيح والاب واحد في الجوهر. ازاي بتنفي وانت قلت بالحرف الواحد؟ يعني انت بتقول
ان الاب والابن مش كيان واحد ومش شخص واحد، وواضح ان انت مش مذاكر او فيما معنى هذا الكلام ان انت هترد عليا بعكس هذا. وفي اخر كلامك قلت احنا بنؤمن ان الله مثلث الاقانيم لكنه شخص واحد، الاثنين ما ينفعش يتجمعوا. انت كانك بتقول احنا بنؤمن ان الله مثلث الاقانيم لكنه اقنوم واحد، ما ينفعش. احنا بنؤمن ان الله ثلاث اشخاص لكنه شخص واحد، برضو ما انا ما عنديش بقى مشكله ان حضرتك تطلع تقول انا اخطات في كلمه شخص واحد، لكن ما تطلعش تقول كده ان المسيح والاب شخص واحد. انا ما قلتش كده خالص. انا وانت قلت، انت قلت اهو مؤمن ان الله شخص واحد، وكنت بترد عليا في مساله ان الاب والابن مش شخص واحد. انا البوست كان بيقول ان لا يعني ذلك، فانت بترد عليا اللي هو فيما معناه اللي هو لا لا يعني ذلك فعلا ان الاب والابن شخص واحد. فانا اتمنى حضرتك ما تطلعش تكذبني وانت بنفسك قلت ده بلسانك. دي نقطه. النقطه الثانيه، حضرتك طالع بتقول في اول تسجيل ليك اتهمتني بحاجتين، اتهمتني ان انا ما عنديش علم، واتهمتني بحاجه تانية ان انا عندي علم بس بحاول اراوغ او اداري المعلومه اللي عندي. هو واضح ان حضرتك مش مطلع كفايه، فيعني احب اقول لك بعض الايات، او حضرتك مطلع وبتحجب حاجات من حاجات انت عارفها مش عارف. في حين ان انت في الفيديو التاني بتاعك كنت بتتهمني اني انا اللي بعمل مع حضرتك كده، وقلت وده اسلوب يعني معروف اني عشان انفي حاجه شخص قالها واطلع كل اللي هو بيقوله ملوش قيمه، اهاجم الشخص نفسه واطلعه ما يعرفش حاجه ومش عارف يفرق بين الكلام وما عندوش اي علم. يعني انا مش متخيل ان حضرتك تطلع تتهمني ان انا طالع بقول ان انت مش فاهم. ده انت حضرتك انت نفسك اللي بتقول، يعني انت عملت اللي انت عملته معايا، او انت بتقول ان في الحوارات ممكن واحد يتهم التاني بعدم الفهم او بان هو بيداري الحقيقه، وانت اتهمتني بدول. ازاي حضرتك كده؟ يعني انت ازاي بتتهمني بشيء انت نفسك عملته وانا ما عملتوش؟ ازاي بتتهمني ان انا بتهمك بالجهل وانت اللي بتتهمني بعدم المعرفه او الجهل، عدم المعرفه اللي هي الجهل يعني؟ ازاي؟ فانا اتمنى حضرتك تراجع نفسك، واتمنى تكون الرساله واضحه، وانا ما عنديش ادنى مشكله ان احنا نتناقش، نعمل زي حوار بوقت في اصل الايمان المسيحي اللي هو الكتاب المقدس. هل عند حضرتك مانع من حيث المبدأ؟ لو عند حضرتك مانع قول لي، لو مش عند حضرتك مانع برضو يا ريت، انا ما عنديش ادنى مشكلة خالص واتشرف بيك، وان كنت انا صغير يعني بالنسبة لمقام حضرتك. عموما اهلا بيك، وانا مستني ردك، واتمنى يكون الفيديو بتاعي ما زعلكش. اهلا بيك.